صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ومن يقرأ ما كتبه أهل المغازي في تلك الغزوة فلا بد أن يراه صلى الله عليه وسلم كأنه كان فاتحا أبواب الفراديس ليدخل منها الشهداء. وهناك حادثة أخرى تختلف كل الاختلاف عن ظروف يوم أحد إلا أن صفة الرسول كمفتاح الرحمة أو كشفيع كانت أيضا وراء الظاهر في هذا الأمر. فالظاهر في هذه القصة غريب من وجهة النظر الدنيوية، لأن المحب غالبا يفضل أن يموت قبل موت محبوبته على أنه يرى فراقها. ومع ذلك كان تصريح الرسول بعكس ذلك التفضيل من أبلغ تصاريح الحب التي سجلها تاريخ البشر. كان من صباح يوم حديث الحوض المذكور يوم أول شعوره بالمرض الذي أيقن بأنه مرض موته. ولم يكن هذا اليوم لعائشة رضي الله عنها، ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يخبرها، فذهب إلى حجرتها ووجد أن بها صداعا كما به صداع. فقالت عند دخوله ورأسه، وتأملها الرسول وشعر أن شكواها ليست كشكواه، فقال بل أنا ورأسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وددت أن ذلك يعني موتها يكون، وددت أن ذلك يكون وأنا حي، فأستغفر لك وأدعو لك وأكفنك وأصلي عليك وأدفنك. وتلك الكلمات لم ينطقها إلا مفتاح الرحمة صلى الله عليه وسلم. وختاما أقول أنه من أحداث هذا المؤتمر، بل هو هدفه الأكبر، أن نسترجع بقدر الإمكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فحدث بحثي هذا بصورة خاصة هو أن نسترجع شخصا كان وجوده بين الناس دليل حي على واقعية الجنة التي هو حديث العهد بها، والتي ما زال موصولا بها نفسا وجسدا. وهذا يؤدنا إلى ذكر حقيقة التي هي أساس من أسس الإسلام الكبرى، وهي أن الدنيا ليست بوطن الإنسان، بل الجنة هي وطن الإنسان. وكون الرسول
ينتمي إلى الجنة قد أمكنه ولا يزال يمكنه أن يشرب الناس الإيقان بتلك الحقيقة. وقال صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة: كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر السبيل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. إن الانتماء إلى الجنة المضمن في هذين الحديثين الشريفين هو الإسلام، لأن الإسلام دين الفطرة، وفطرة الإنسان هي الجنة. وأختم بتحيتنا التي هي تحية أهل الجنة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.